سفرة كان عنده خيارين، يا أما بده يسكر يا أما بده يعمل واجبه. إحنا بنعتبر حنا عم نعمل واجبنا هلأ، هلأ صرنا عم نقدر 90% أو حوالي نسبة 90% من العائلات تركت الضاحية الجنوبية وتركت المخيم برج البراجمي. اللي بقي تقريباً هو 10% ما بين عائلات وما بين حتى أشخاص اللي هن الشباب اللي طلعوا عائلات إنه بقيوا هن بقلب المخيم. رغم كل الظروف الصعبة اللي إحنا فيها، في مجموعة من فريق سفرة وفي مجموعة من المتطوعين اللي موجودين معنا بقينا نحن بقلب المخيم. من نتائج هاي الحرب انه الطرقات خطره، ما في حدا يقدر يروح يشتري من السوق برا، الاسواق ثلاث ارباعها هون سكرت، واللي ضل شيء قليل او غالي كثير، فبالتالي نحن عم نحاول نحن ومجموعه من الاصدقاء. في نساء عم تطبخ هون، في شباب عم تجي متطوعين بياخذوا الاكل وبتم توزيعهم داخل احياء المخيم. من اول الحرب لهلا احنا معتمدين على بعض الاشخاص المتبرعين اللي هن افراد منهم مؤسسات، مع بعض الاصدقاء نكون عم نأمن تقريبا ما بين 100 و150 وجبه يوميا للصامدين بداخل المخيم.